وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قد وصل بحفظ الله ورعايته إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين في الحكومة الإيطالية لاستعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها على كافة الأصعدة. كان في استقبال سموه حفظه الله لدى وصوله إلى مطار تشامبينو الدولي عدد من المسؤولين الإيطاليين وأصحاب المعالي والسعادة الوفد الرسمي المرافق لسموه.